مساء الخير، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ايه الاخبار؟ طمنينا. كل حاجه تمام الحمد لله. دلوقتي بقى لنا اسبوع تقريبا، ست ايام بعد العمليه. كل الامور تمام الحمد لله. كل حاجه تمام. اولا عاوز اشكرك صراحه من القلب. لا شكرا على الواجب، على واجب ما تلاقيش خالص. يعني انت صنعت فرحتي وصنعت سعادتي. انا كنت جايه لحد وسبحان الله انت جيت كده في طريقي. ربنا يخليك، ده شرف لينا طبعا. واستخرت ربنا، وحتى مامتي قالت لي روحي انا مرتاحه، وانت كنت عارف ان انا طلعت من عندك مش هعمل عمليه، لكن انت لما كلمتني في الواتساب وطمنتني بالبنك وان كل حاجه سيف. انت كنت خايفه من التخدير الكلي؟ التخدير طبعا خايفه من التخدير ومن الدرنقه. بالظبط. هو طبعا التخدير الكلي انا دايما بقول ان هو امن طالما فحوصاتنا كويسه واحنا ما دخلناكيش غير ما اطمنا على صح. حاجه. قلت لي اعمل الاشعه بتاعت المخ والتحاليل، وكنت خايفه، وانت اللي خلتني اعمل العمليه. يعني انت حاجه كده من ربنا جات في طريقي. ربنا يخليك يا رب، تسلمي. اشكرك يعني شكر كتير. لا تحت امرك. اديتني الحاجه اللي انا عايزاها اصلا يعني. وصراحه بيفرق قوي لما تروح عند دكتور اكاديمي ولا دكتور عادي، بيفرق يعني ده شرف لينا طبعا. وانت يعني انا مبسوط ان انت مبسوطه، مبسوط ان انت طبعا يعني خدتي التجربه وحسيتي بثقه في الاخر. اكيد الحمد لله. وده مكان سعيد. انا راجعه بكره جده مبسوطه. بالسلامه ان شاء الله. بالسلام. الدرنقه طبعا احنا خلاص شلناها. الحمد لله. هي كانت مهمه علشان تخرج السوائل. مهمه عندي بقى الفتره الجايه الالتزام بلبس الكرسي، تلعبي رياضه، تعملي حميه، وان شاء الله هتحصلي كمان على نتيجه افضل ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله دكتور. الف مليون الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك.